السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم تابعنا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف أرافقك وسوف أشرح لك خطوة بخطوة كيف تستخدم وكيف ترفع فيديوهات على قناتك على هذا الشكل. الفيديوهات تكون في تقريبا 5 ساعات 8 ساعات إلى أكثر، وبدون ما يجيك مخالفة حقوق الملكية، كيف تعرف تضبطها إلى ما غير ذلك. فأنا حاليا هناك شخص على يوتيوب يرفع هذه الفيديوهات، تكون تقريبا مدتها 4 دقائق. هذا الشخص أعطيكم قناته، وأنا أقوم بتحميل هذه الفيديوهات، ولدي مجموعة من الحواسيب، ولدي RDP إلى ما غير ذلك، وأقوم بالتعديل عليها، أقوم بعمل لوب لها وحتى تصير يعني 7 ساعات 8 ساعات. أنت يمكنك تحميل هذه الفيديوهات، لا تحتاج أنك تحمل 4 دقائق، فقط قم بتحميل الفيديو لمدة 8 ساعات وسوف أريك كيف تستخدمه بطريقة صحيحة. أول شيء يا سيدي سوف تقوم به هو أنه تقوم تدخل على القناة هذه، وتقوم بتحميل الفيديوهات التي مدتها تكون 8 ساعات إلى مغرد. هناك العديد من المواقع، تأكد أن تقوم بتحميل الفيديو على صيغة MP4 لأنها تكون جودة عالية، وتأكد أن تقوم بتحميلها على صيغة يعني أعلى جودة كما شاهد في هذا الفيديو 4K، يعني أعلى جودة ممكنة، لأن الناس سوف تستخدم هذه الفيديوهات على الشاشة ودائما التلفاز، والتلفاز في أمريكا في كندا في أوروبا دائما يكون 4K فما فوق، يعني التلفاز على الأقل يكون كوادر HD، يعني نصف الـ 4K شيء من القبيل، لا يوجد هناك شيء عادي HD عادي، لأنه 60 بوصة يعني 70 إلى فوق، وثمنه يكون رخيص. فبالتالي أنت تريد أن تعرض فيديو يبدو بجودة عالية، لا تريد أن تعرض فيديو يكون 720p بيكسل. سوف تقوم بتحميل الفيديو أعلى جودة ممكنة، غالبا سوف يكون تقريبا 10 جيجا 20 جيجا الله أعلم. أنا هذا الفيديو تقريبا 60 جيجا 50 أمازون MP4 من بريمير برو. تقوم بتحميل الفيديو تضعه على جنب، لما تضع الفيديو على جنب لا تعدل عليه لأنه سيحتاج الوقت. لما ترفع الفيديو سوف نقوم بالآتي، سوف نحتاج مجموعة من الأدوات. الأداة الأولى هي أداة السيو، في رابط في الوصف سوف تجد أداة سيو، أداة خاصة بالسيو، سوف أعطيك الرابط الخاص بها. تنقل انستال فري، انستال فري، سوف تقوم بتسطيب هذا البلاجن، الرابط سوف يكون في الوصف. تقريبا مليون شخص قام بتسطيب هذا الأداة، وفائدتها أنه سوف تعطيك هذا التاكس، لأنه التاكس يتم حجبه مع اليوتيوب. الأداة بكل بساطة تعطيك مجموعة من البيانات، أنت سوف تقوم بهذا الشكل كوبي كليب بوردز. أنا سوف أضع لك مجموعة من الكلمات الدلالية الجيدة، أنت كل ما عليك أن تقوم بتنسيخها بنسخها. تخيل معي أنك رفعت الفيديو، أوكي، نحن الآن قمنا برفع الفيديو، سوف ننسخ التاكس باستخدام هذه الأداة، أوكي، وسوف نحتاج الآن إلى ما يسمى بالوصف description، هذا النص. أنا دائما سوف أعطيك رابط المقال هذا الشكل، هذا المقال يمكنك نسخ هذا المقال بالكامل، أوكي، انسخ هذا المقال. ولما تنسخ المقال يا سيدي هذا الشكل سوف تجد رابط لهذا الأداة أو هذا التطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي. أنا أنصح أنك تستخدم هذا الأداة، إذا عندك أداة أخرى الله يسهل عليك يا سيدي استخدم هذه الأداة، وأنا سوف أعطيك مثال. نحن طلبنا من الذكاء الاصطناعي، قلنا يا سيدي يرجى تعديل تحسين وإطالة هذا النص، النص الذي أنت قمت بنسخه من المقال، طبعا انسخ المقال نص، انسخ فقط فقرة أو فقرتين، انسخ أي شيء، أوكي، ونقل على الشكل. الآن ما سيقوم به الذكاء الاصطناعي وسوف يقوم بالتعديل على هذا النص، وسوف يعطينا نص طويل، نص مميز وغير مستخدم سابقا، لأنه أنت إذا استخدمت النص الكلام الموجود هنا دون التعديل عليه يوتيوب سوف لن يقوم بحظر المحتوى الخاص بك، وإنما سوف يقول هذا المحتوى منسوخ، ليس هناك شيء جديد، وبالتالي الفيديو الخاص بك لن يظهر في الصفحة الأولى. الآن نقوم بالتعديل على المحتوى، أوكي، هذا الشكل شاهد معي، نقوم بنسخه ونضعه في هنا، نضعه في الفيديو، أوكي، الفيديو رفعناه على القناة، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قمنا بتسطيب أداة السيو، الرابط سوف تجد لها في الوصف لكي نقوم بنسخ الكلمات الدلالية ونعرف ما هي الكلمات الجديدة، ونقوم بضبط السيو، أنا شرحته سابقا، سوف تجد رابط لهذه الأداة، شرح مفصل. ثالث خطوة
يا سيدي يجب أن نقوم بوضع حقوق الملكية، لأنه هذا الشخص يقول لك يمكنك استخدام الفيديوهات الخاصة بي، شريطة التعديل عليها، وشريطة إضافة رابط قناتي، يعني قناة هذا الشخص ليس قناتي أنا. أوكي، هذا الشخص سوف تذهب إلى المقال، أي مقال، أي فيديو أرفعه على القناة سوف تجد دائما هذا المقال. أوكي، هذا المقال، مقال معه، مقال مرفق مع الفيديو، عليه رابط الفيديو حقوق الملكية. قم فقط انسخ هذا الفيديو هذا الشكل، وقم بوضعه في الديسكريبشن الخاصة في الفيديو. أوكي، هذا الديسكريبشن. اذهب إلى نهاية الفيديو وقم بوضع هذا الشكل رابط قناة الشخص الذي أعطانا الفيديو. طالما تستخدم هذه الطريقة لن يقوم بإعطائك كوبي رايت الفيديو الخاصة به. أوكي، الخطوة الثانية يا سيدي وهي خطوة وهي حقوق الملكية الخاصة بالصوت، الموسيقى التي نستخدمها في الفيديو لديها عليها مدفوعة، سواء أن تشتريها أوكي أو تستخدمها ببلاش. هذا الموقع يعطيك تقريبا على ما أظن 10 أو 20 مقطع صوتي ببلاش في الشهر، يعني 20 فيديو 30 فيديو على ما أظن، لا تنسى متأكد، ويمكنك استخدام المقاطع الموسيقية على القناة عندك بدون أي مشاكل حقوق الملكية. أنا لا أستخدم، لا أعطي التصريح لأنه لدي حساب مدفوع. فأنت يمكنك القيام بالآتي، تذهب إلى نهاية المقال هنا وكما تشاهد معي تجد هذا الشكل Music from a bit free for creators Music copyright، تقوم بهذا الشكل، انسخ هذا النص واذهب إلى نهاية الفيديو واعمل سيف. أوكي، أعطيك، لكن يجب عليك أن تسجل في الموقع. إذا ما سجلت في الموقع، لأنه لما تسجل في الموقع أوكي عن طريق صينة ببلاش، إذا ما سجلت سوف يعطيك كوبي رايت الموسيقى. إذا سجلت سوف يطلب منك الموقع إضافة القناة الخاصة بك، وأنت لما تضيف القناة الخاصة بك بشكل أوتوماتيكي الموقع سوف يلغي خاصية الكوبي رايت. أنا دائما أضع كوبي رايتس ولا يحصل على أي مشكل، وبعض الأحيان يجيني كوبي رايت من عند بعض اليوتيوبرز الآخرين ليس الموقع. الموقع لا يعطيك كوبي رايت طالما تضيف القناة الخاصة بك على الموقع. أوكي، انت يا سيدي سجل في الموقع وقم بإضافة هذا الشكل داونلود، وسوف يطلب منك وين هي، سوف يعطيك نص، سوف يعطيك نص تضعه في وين، كيف نحصل على النص، يجب أسجل ولا معليش. اوكي، تعلمنا كيف نضع الوصف باستخدام موقع الذكاء الاصطناعي، تعلمنا كيف نضيف الكوبي رايت تبع الفيديو، تعلمنا كيف نضع الكوبي رايت تبع الموسيقى لانه هي موجوده في الموقع هنا. اوكي، الان يجب عليك ان تضبط السيو بشكل مميز. فالاداه سوف اعطيك فكره، شاهد معي، يعطيك مجموعه من الامور يجب عليك ان تضيفها. اضيف شابترز، اضيف العنوان بين 20 و 70 كلمه، كاركترز يعني حرف المدن، جيب لايكات، جيب الترجمة إلى ما غير ذلك، انفوكارتس، وفي نهاية الفيديو شاهدوا معي يعطيك بعض الكلمات الدلالية. كما تشاهدوا معي كلمات دلالية حسب القوة تبعها، يعني عملية البحث، وحسب عملية البحث هنا، وحسب هنا حسب ترافيك الخاص بالكلمات الدلالية، وهنا حسب قوة الكلمة، يعني هل عليها إقبال، هل عليها منافسة إلى ما غير ذلك. أنا يا سيدي سوف أختار الكلمة الدلالية المناسبة للفيديو وسوف أقوم بهذا الشكل. شكل، وكلما أضفت كلمة دلالية كلما تغيرت هذه النتائج، لأنها يقوم البرنامج بقراءة، عفوا، بقراءة التاكس التي تقوم باستخدامها. و يعني أعتقد الرسالة واضحة، يعني شرحت لكم كيف تستخدمون هذه الفيديوهات. دائما إن شاء الله في الأيام المقبلة سوف أضع لك رابط لمقال، هذا المقال يكون على هذا الشكل، يكون في الفيديو المستخدم ويكون نص، وفي نهاية الفيديو سيكون كوبرايت الصوت وكوبرايت الفيديو. وأنت كل ما عليك يجب أن تسجل في موقع الـ AI هذا حتى تعدل على النصوص بلاش. أنا ما أظن يعطيك، يمكن تعدل تقريبا ما أظن 13 فيديوهات ما أظن نصوص بلاش، لاحقا يجب لك أن تسجل. أنا عندي عضوية بريوم ليس هناك أي قيود.
في عندك هذا الموقع يمكنك أن تسجل فيه أوكي، و تستخدم الموسيقى ببلاش. وتالت شيء يا سيدي نسيت ما هو، اكتبوا في التعليقات إذا تذكرت ما الذي نسيته. على ما أعتقد الرسالة واضحة، توفيق إن شاء الله. سوف أحاول أن أصور لكم، أحاول أن أعدل مجموعة من الفيديوهات، ويمكنكم استخدامها في أكثر من قناة. وأنا أنصح أنك تفتح 3-4 قنوات نفس الشيء الذي قم بأنا، وكل فيديو هذا على هذا الشكل يكون عنده عنوان جديد، لأنه هذا البرنامج يسمح لك بالقيام بهذه الآلية. شاهد معي، هذا قد يكون فيديو على قناة، هذا قد يكون فيديو على قناة أخرى، ويمكنك رفع الفيديو أكثر من مرة، وكل مرة يكون عنده عنوان، وكل مشاهدة وكل ساعة وكل دقيقة يتم مشاهدته على القناة فهي سوف تساعدك على تفعيل خاصية الربح. هذه الفيديوهات مقبولة من طرف يوتيوب، وأهم شيء وهناك خاصية أخرى، إذا أرسلت لي هذا الرابط أو قمت بكتابة رابط في الوصف في التعليقات، عفوا في التعليقات، سوف أدخل على قناتك وسوف أعطيك لايكات، أو إذا كنت تريد عدم لا تريد مشاركة الفيديو والقناة الخاصة بك مع الناس الآخرين ليس هناك أي مشكل، فقط اذهب إلى حسابي على إنستغرام ويا سيدي على هذا الشكل ارسل لي رسالة برابط الفيديو الذي تريد اللايكات. طبعا في البداية سوف يكون هناك 10-20 شخص، لكن لما يكثر الناس إن شاء الله سوف أحاول أن ألتزم بالوعد، سوف أجيب لك لايكات. فقط ارسل لي رسالة، فقط رسالة خفيفة فيها فقط رابط الفيديو على حسابي الانستغرام، وسوف أجيب لك أعطيك لايكات 20 لايك 30 لايك للقناة الخاصة بك، للفيديو الخاصة بك حتى تحسن السيو. هذا كان كل شيء، حاولت أن ألخص لكم طريقة العمل. بالتوفيق إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.